من كام يوم كان في خبر هام جدا في الأوساط الرياضية، عندنا لاعب في نادي الزمالك، لاعب موهوب، لاعب فنان، لاعب محترم، لاعب قدامه مستقبل كبير. اللاعب ده يبدو ان هو يعني شاف اللي حصل مع محمد صلاح، فبقى عنده طموح كبير جدا وبقى عنده رغبة كبيرة انه يحترف بره، وكان املنا انه يذهب الى الدوري الفرنسي، ولكن حدث تعثر في انضمامه لنادي سانت تيان الفرنسي. النهاردة وامبارح ابتدينا نشوف مصطفى محمد وهو يرتدي فانيلة جلطة سراي، يحترف الآن مصطفى محمد هذا اللاعب الموهوب في هذا النادي التركي الكبير على سبيل الإعارة. من تركيا معانا الأستاذ أحمد يحيى وكيل اللاعب مصطفى محمد. أهلا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ مساء عمر، الحمد لله، وحضرتك إيه الأخبار؟ حصل إيه؟ كل ده الحمد لله. اصلا في ومصطفى نزل التمرين وعنده ماتش بكره الحمد لله بتمام. يعني وصل خلاص ودخل الفريق وعمل الكشف الطبي وكله تمام؟ الحمد لله، عنده ماتش بكره باذن الله. طب حضرتك يعني خد الكارنيه والانضمام والاوراق كل ده خلص في الوقت القصير ده؟ بصراحة بعت النهارده، احنا بنكشف طبي من امبارح من ساعة ما وصلنا لحد 5 الصبح، خلصنا بالظبط ساعة واحدة ورجعنا تاني كملنا وخلصنا النهارده الحمد لله الكشف الطبي والمسابقة الدولية وصلت ودخل النهارده التمرين وبكره بإذن الله في الماتش. أنا شايف وهو نازل في مطار اسطنبول في إعلام وناس بتتابعه وكده وبتاع، يعني ليه وقع كويس في اسطنبول؟ عارفين مصطفى محمد، عارفين إن هم جايبين لعيب موهوب عندنا يعني؟ بصراحة أفندم، استقبال حافل. استقبال حافل بالظبط، يعني الموضوع واخد حجم مصطفى ويعني حاجة محترمة واستقبال لعيب كبير. يعني الإعلام هناك بارز الموضوع؟ أنا عارف ممكن متعرفش تركي، بس يعني أكيد ممكن في التلفزيون تشوف. لا لا، التي ار تي كانت بتنقل على الهوا، يعني وصول مصطفى من ساعه اه، ودي محطه تلفزيون كبيره هناك بتنقل على الهوا وصول مصطفى محمد. طب هو بيقول ايه يعني مصطفى؟ قال لك ايه لما وصل هناك؟ لا، انبهر بصراحه من الاستقبال، يعني برضو حضرتك عارف جلطة سراي دي احنا من الانديه الكبيره جدا. ويعني لما توصل يعني مصطفى نزار لسه اول نقله ويروح يلاقي مثلا قدامه 50 مصور و50 موضوع كبير، يعني موضوع مش راح لقى مثلا صحفي واقف بكاميرا، لا يعني حضرتك عارف الكاميرات كتير جدا، صحفيين كتير جدا، الناس بتنقل على الهواء، الموضوع كان كبير مش حاجه بسيطه يعني. طبعا بكره ده قرار المدرب، ولكن عندك معلومات اذا كان هيلعب ولا لا، ولا هيبقى في الاحتياطي؟ اعتقد ان هو في الاحتياطي، اعتقد في اخر قرار المدرب، بس اعتقد ان هو في الاحتياطي اعتقد يعني. لا، على اساس انه لسه اول ماتش وكده، فممكن يعني ينزلوا الشوط الثاني يبتدي يجرب نفسه. هو عشان عنده الاسبوع اللي جاي بقى الديربي. طب وهم هيلعبوا قدام مين بكره؟ جلطة سراي قدام بشكل شهير. يا نهار ابيض، الفريق برضو كويس يعني. طيب يعني بلغوا ان احنا فخورين بيه، وبلغوا ان احنا وراه، وبلغوا ان هو موهوب، وانا دايما بقول عليه كريستيانو مصر، وان شاء الله يطلع من تركيا على الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، ودي تكون بداية رحلة احتراف محترمة جدا. ابننا مصطفى محمد احنا سعداء بيه، وان شاء الله يبهر الناس ويكمل مسيرة كل اللعيبة اللي موجودة بره. شكرا ليك استاذ احمد. بسم الله.